للمتخلف عن صلاة الجمعة أحوال: الأول أن تفوته الخطبة ويدرك الصلاة كاملة، ففي هذه الحال يصلي الجمعة ركعتين عند جماهير العلماء، وقال بعض السلف كمجاهد وعطاء: إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا الظهر، لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يدركها. الثاني أن يدرك من الصلاة ركعة كاملة بركوع وسجودين، ففي هذه الحالة يتم الجمعة ركعتين عند جماهير العلماء، يعني يضيف إلى الركعة التي أدركها ركعة أخرى. الثالث أن لا يدرك من الصلاة شيئا، يأتي بعد التسليم، ففي هذه الحالة يصلي الظهر بدل الجمعة، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا. طيب، الرابع أن يدرك الإمام بعد القيام من ركوع الركعة الثانية. فالآن السؤال: لماذا قدمنا الثلاث الماضية والثالث بالذات، مع أنه منطقيا في ترتيب الإدراك المفترض يكون الرابع؟ فلماذا قدمناه؟ لأجل الخلاف، يعني الأول والثاني والثالث ما فيها خلاف، فقدمنا الثالث. الواحد ما أدرك شيء من الصلاة، جاء بعد التسليمتين، خلص بالإجماع سيصلي أربعا. الرابع أن يدرك المأموم ما بعد ركوع الركعة الثانية مع الإمام، فجمهور العلماء على أنه يتمها ظهرا، لأنه لم يدرك معه ركعة كاملة، وإدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع. وقال أبو حنيفة: هذا الخلاف، من أدرك مع الإمام شيئا من صلاة الجمعة ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه، يعني التشهد، ويتم الباقي ركعتين، ولا يصلي الظهر، يعني ما يصلي أربعا إذا أدرك معه أي شيء حتى آخر الصلاة، ولا يصلي الظهر يعني أربعا لإطلاق حديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واختار هذا القول المبارك فوي رحمه الله صاحب التحفة شارح الترمذي، قال: والأصح عندي ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأما ما ذهب إليه الأولون فلم أجد حديثا صحيحا صريحا يدل عليه. طبعا مبارك فوي رحمه الله من علماء الهند ومن أصحاب العقيدة الصحيحة وأتباع السلف الصالح، وكثيرا ما يخالف مذهب أهل الهند الذين يتبعون أبا حنيفة لأجل مخالفته للدليل، يعني لما يخالف المذهب الدليل يتبع الدليل رحمه الله. في هذه المسألة وافق أبا حنيفة في اجتهاده. طيب، عرفنا أن قول الجمهور أن المأموم إذا جاء بعد ركوع الركعة الثانية، ما أدرك ركوع الركعة الثانية، أنه سيصليها ظهرا أربعا. وأبو حنيفة قال يصلي ركعتين ويكون أدرك الجمعة. وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح، ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه البخاري ومسلم. قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإن أدرك منها ركعة فليصلي إليها، يعني ركعة أخرى، رواه ابن خزيمة عنه بإسناد صحيح. ومفهوم ذلك أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة لا يعد مدركا للصلاة، وبالتالي سيصلي ظهرا أربعا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أدرك الركعتين أو أحدهما فقد أدرك الجمعة، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. معجم كبير الطبراني. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. ما هي بلده؟ المدينة، وفيها تلاميذ الصحابة ودار العلم والإيمان. قال ابن عبد البر:
احتج مالك لمذهبه في ذلك بأنه العمل المعمول به ببلده، وأن الفتيا عليه عنده، وأتى بالدليل في ذلك من عموم السنة، لأنه لم يخص فيها الجمعة من غيرها. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هل تستثنى الجمعة منها؟ لا. فإذا حتى الجمعة من أدرك منها ركعة أدرك الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعا. استفاض عن الصحابة. وسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سائل فقال: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد، هل أصليها جمعة أم ظهرا؟ فأجاب: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة. هذا في فتاوى الشيخين. تنبيه: هناك حديث صريح في هذه المسألة، وهو ما رواه النسائي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. ولكن هذا الحديث ضعيف، وإن صححه الشيخ الألباني فقد ضعفه جمهور المحدثين، وممن ضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن الجوزي والنووي والذهبي والعراقي وابن حجر، وصوب الدارقطني وقفه عن ابن عمر وأنه ليس مرفوعا، وينظر العلل لابن أبي حاتم والسير للذهبي وطرح التثريب العراقي والتلخيص الحبير لابن حجر. طيب، إذن يعني نوصي أيضا طلاب العلم الذين يشتغلون بمعرفة صحة الروايات، وخصوصا مثلا من المتأخرين الذين ربما خالفوا جماهير المحدثين من قبلهم، ممن هو أرسخ وأعلم وأقوى وأكثر عددا، فكلهم صاحب فضل، ولكن لا بد من التحري، إنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.